السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل النهاردة موديفاير editable poly. المرة اللي فاتت وقفنا عند edit edge، النهاردة هنكمل في edit border. edit border هو كأنه بالظبط خط، بس بيقول لك هو الخط على امتداد الفتحة بتاعة الشكل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو كأنك بالظبط شغال على edit edge، بس انت عندك مثلا border فتحة زي دي، فعايز تمسك البوردر ده، فبتقول له ممكن امسك البوردر، طب انا عايز اقفله بكاب. فانت هتلاقي كل حاجه في ايديت ايج موجوده في ايديت بوردر، ما عدا حاجه زياده تانيه اسمها كاب. بمجرد ما بدوس كاب فبيجي يقول لك ان انا بقفل لك البوردر بتاعك، الفتحه بتاعتك بقفلها لك بكاب. طب لا يا باشمهندس، انا عايز اعمل كرييت شيف فروم سيلكشن زي ما عملت في الايدج الايديت ايج. ابص الاقي ان هو بيقول لك انت عايز الخط بتاعك اللي انت هتنشئه جديد من الشكل 3 دي بتاعك، انت عايز يكون لينير ولا سموث. بمجرد ما بقول له لينير، تعالى كده نشوف، ده كده الشكل بتاعنا اللي بقى شكل لينير. وبدات قلت له انا عايز اخليه اديله سمك، والسمك ده يكون راديال ولا يكون ريكتانجولر زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. تمام جدا. طيب هنكمل يا باشمهندسين، ده كده ايديت بوردر هتلاقيها هي بالظبط ايديت ايج. بس يا باشمهندس انا عايز دلوقتي ندخل على العملاق بتاع الايديتابل بولي، هو البوليجون. البوليجون بيقول لك بمجرد ما انت بتقول له انا عايز ايديت بوليجون، بيقول لك ان انت تقدر تنشئ نقطه في مين؟ في البوليجون بتاعك. طيب لا، كمان انا اقدر يا باشمهندس امسك البوليجون ده واعمل له اكسترود، اعمل له الامتداد على ايه؟ على مستوى. طب يا باشمهندس، هو انا ممكن امسك البوليجون ده واعمل له مثلا اوت لاين؟ وايه اوت لاين ده؟ اوت لاين كانه بيصغر البوليجون او يكبره باللي انت عايزه. طب بس يا باشمهندس ده بيأثر على البوليجونز اللي حولها. لا انا مش عايز اعمل كده، انا عايز يا باشمهندس اعمل اوت لاين بس احافظ على شكل البوليجون بتاعي. يعني اعمل مثلا انسيت وابدا اقول له انا عايز يحصل له اوت لاين لجوه بمسافه قد ايه. بمجرد ما بقول له اوكي بيتم عمل الشكل اللي انت عايزه. يبقى انا ممكن بعد كده اعمل له اكسترود تاني، وبعد كده اقول له اوكي، بعد كده اقول له اوت لاين بمسافه معينه، بعد كده اقول له اوكي، اقول له اكسترود، وهكذا. طب يا باشمهندس ينفع انفذ الامرين اللي هو اكسترود وبعد كده اوت لاين، بعد كده اكسترود، بعد كده اوت لاين كذا مره، بس ما اقعدش ادوس على اكسترود واوت لاين؟ فهو دمجلك الاثنين بوتوم دول في زرار واحد اسمه بيفل. بمجرد ما بدوس بيفل فبيجي يقول لك اول قيمه هي قيمه الاكسترود، عايز الارتفاع بتاعك يكون قد ايه. تاني قيمه قيمه الاوت لاين، انت عايز يا باشمهندس تكون اوت لاين قد ايه. طب انا عايز واحد كمان يا باشمهندس، فبدوس بلس، ببدا اقول له لا بس الاوت لاين بتاعها تكون اصغر، وهكذا. تمام كده؟ تمام. طب يا باشمهندس ده كده اكسترود واوت لاين وانسيت بيفل ومين وانسرت فيرتكس. باشمهندس انا عايز امسك بريدج. بريدج ده بيعمل ايه؟ قبل ما ندخل في بريدج تعال نشوف يعني ايه اكسترود الونج سبلاين. اكسترود الونج سبلاين بيقول لك يا باشمهندس ان انا لو عندي مثلا شكل زي ده، عايز امسك البوليجون دي واعمل واطلعها اكسترود بس على امتداد الارك ده، على امتداد الارك ده. تمام. يبقى انا يا باشمهندس انا لما كنت بقول له البوليجون ده يحصل له اكسترود، او البوليجون ده يحصل له وليكن سي ان انا عايز البوليجون ده ما يحصلوش اكسترود، لا انا عايزه يحصل له بيفل، كان بيطلع عمودي على مين؟ كان بيطلع لي عمودي على البوليجون. طيب لا يا باشمهندس، اما انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اقول له لا انا عايز امسك البوليجون ده واطلعه على الشكل اللي انا عايزه، وابدا ارسم الاسبلاين شكل الامتداد اللي انا عايزه. وبمجرد ما اقول له اكسترود الونج سبلاين، اول سؤال هيساله لك فين الاسبلاين اللي انت عايز البوليجون ده يطلع على امتداده؟ فبقول له ممكن يطلع بيك الاسبلاين، بروح هنا بقول له بيك الاسبلاين ده اطلع لي على امتداد الشكل ده. تمام جدا، ده طلع بالظبط يا باشمهندس. تعالى كده نقول له اوكي. يا باشمهندس ممكن تعملها تاني، انا هقول له البوليجون ده اعمله لي
اكسترود الونج سبلاين، هو طلع على اخر خط، لا انا هقول له غير لي الخط بيك للسبلاين ده. طب بس يا باشمهندس هو شارب جامد، انا عايز انعمه، يبقى زود سيجمنت. اوكي تمام تمام كده. طب يا باشمهندس هو انا ممكن اقفل البوليجون ده مع البوليجون ده؟ تمام. ازاي؟ كل الفكرة ان انا بقول له وصل لي ما بين البوليجون ده والبوليجون ده ريتش. تمام. طب يا باشمهندس هو انا لاحظت كمان ان انا لو مسكت الخط ده وقلت له مثلا هرسم خط هنا، وقلت له مثلا البوليجون دي اكسترود الونج سبلاين بيك للسبلاين ده، تمام، وجيت زودت سيجمنت زي ما احنا اتعلمنا. لا انا هلاقي كمان ان هو يقدر يتحكم في ان البوليجون الاخيره دي يحصل لها تبر، اللي هو ايه؟ ان هو بيمسك البوليجون الاساسيه وبيعمل لها اوت لاين وبيتحكم في الشكل ككل زي موديفاير تبر اللي هو بالظبط. لا كمان انا ممكن اعصره، ممكن تعصر عن طريق تويست. لا كمان يا باشمهندس انا ممكن اديله كيرف ما بين الاثنين، عارفين الكيرف اللي هو كان موجود في تبر، تمام، وفي الاخر تقول له اوكي. طب يا باشمهندس ده كده اكسترود الونج سبلاين وبريدج، ايه بقى هنج فروم ايدج ده؟ هنج فروم ايدج ده يا باشمهندسين ان انا لو جيت مسكت البوليجون دي، تعال نمسك كده الشكل ده تاني ونقول له مثلا انا عايز امسك البوليجون دي واعمل لها هنج فروم ايدج، يعني لما تيجي تطلع لي اكسترود يكون باصص ناحيه خط معين انا هقول لك عليه، بس الخط ده موجود في الشكل 3 في نفس الشكل 3 دي، بمجرد ما اقول له بيك للاي جي دي فيبدا يطلع لك الاكسترود بتاعك بس كانه باصص لمين؟ للخط اللي انت قلت له انا عايزه. يعني ايه يا باشمهندس تاني مش فاهم؟ يعني انا لو جيت قلت له هنج فروم ايدج وقلت له بيك للهنج يكون مثلا مش على الخط ده، فيبدا يطلع الاكسترود بتاعك على مين؟ باصص للخط اللي انت اخترته. طب هو ليه طالع شنفر قوي كده؟ ليه مش واخد فلت؟ ليه مش واخد كيرف؟ ليه مش واخد نعومه؟ فبمجرد ما باجي ازود نعومه عن طريق السيجمنت. طب يا باشمهندس انا ممكن ازود كمان؟ تمام، وازود سيجمنت. تمام جدا يا باشمهندس. يبقى ده كده هينج فروم ايدج. هتلاقي ان الاليمنت هو عباره عن بوليجون، نفس تعاملات البوليجون بس هنا بيتعامل مع ايه؟ مع الاليمنت ككل. طيب ايه بقى القايمه اللي هي ايديت جيومتري؟ تعالى كده نشوفها مع بعض. اول حاجه في ايديت جيومتري بيجي يقول لك ان القايمه دي موجوده سواء انت وقفت في الفيرتكس في الايدج في البوردر في اي حاجه، هتلاقي حاجه اسمها ايديت جيومتري. فبيجي يقول لك اول زرار عندك اللي هو كرييت، هو على حسب السب ليفل اللي انت واقف فيه، بمعنى ان انت لو واقف على الفيرتكس فانت كده بتنشئ نقط، علشان كده لما رحت في الايديت فيرتكس لقيت في حاجه اسمها ريموف ايزوليتد فيرتسيز، يعني امسح لي النقط اللي بره المعزوله. تمام. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا لو واقف على البوليجون وواقف على كرييت انا اقدر ارسم بوليجون. تمام. طب يا باشمهندس هو انا لو عندي مثلا عايز امسك البوليجون دي واقول له كولابس، اجمعها لي كلها في نقطه واحده، بص كده هيجمع كل النقط بتاعتها في نقطه واحده بمجرد ما اقول له كولابس. طب يا باشمهندس هو انا لو عندي مثلا عايز اعزل البوليجون دي، عايز اعزل الاليمنت ده ليكون لوحده، فباجي اقول له ديتاتش، اعزلهولي. طب انت عايز منه نسخه تانية مع البوكس ده ولا لا؟ يبقى ديتاتش از كلون لو انت عايز نسخه. ازاي يعني يا باشمهندس مش فاهم؟ تعالى كده نشوف. هو في منه نسخه تانية في الاوبجكت، انما انت لو مش عايز اصلا يكون في منه نسخه فبتيجي ماسك الاليمنت ده مثلا وتقول له اعزله لي بس تشيل مين؟ التشيك بوكس من هنا. اوكي كده البوكس ده بقى لوحده
والشكل ده بقى لوحده. تمام. طب انا لو عايز اضيفه تاني بقول له اتاتش لده. تمام جدا. باشمهندس انا عايز مثلا الشكل بتاعي بدل ما اقعد استخدم سلايس، عندي بوكس زي ده ما فيهوش اي سيجمنت وحولته لإديتابل بولي، وجيت قلت له انا عايز مثلا قبل ما احوله في الإديتابل بولي كنا بنيجي نستخدم موديفاير سلايس اللي هو كان بيضيف خط عن طريق ان انت تمسك السلايس بلين، ارجع تاني للفيديو وانت تعرف، وهلاقي كلمه ريفاين ميش او ريموف توب او ريموف بوتوم او الكلام ده كله، وممكن كمان ان انت تعمل روتيت بالشكل ده. طب يا باشمهندس انا بقى مش انا كده لو عايز اضيف سلايس تاني، عايز اضيف خط تاني، لازم اضيف موديفاير سلايس تاني. طب ليه كده؟ انا عايز الاقي موديفاير سلايس على طول معايا. فبيجي يقول لك ان انت هتلاقيه في اديتبل بولي، لو انت وقفت لازم تقف على السب ليفل الايدج. طيب تعالى كده ندخل في ايديت جيومتري ونشوف هيبقى فيها ايه. يقول لك سلايس بلين، السلايس بلين ده هتبدا تمسك البلين بتاعك وتحركه زي ما انت عايز، تمام، لحد ما انت تكون عايز كده. بمجرد ما بتيجي تقول له سلايس معناها ان انت ضيف لي خط. تعالى كده كمان سلايس هنا كمان. طب يا باشمهندس انا كنت عايز الخط ده يفصل الجزء ده، يبقى ده element وده element تاني، يبقى قبل ما تضيف الخط ده قول له split وبعد كده قول له slice. بمجرد ما قلت له split كده هو عمل ايه؟ ده كده بقى element وده element تاني. تمام. طيب باشمهندس هو انا هقعد اقول له كل شويه slice كده، انا عايز حاجه كده عشوائيه، بمجرد ما اقول له في الايدج ضيف لي خط، الخط ده بمجرد ما اضيف كده يضيف لي على الشكل 3D كامل. تعالى كده نشوف ايه ده، ده ضاف بلين على الشكل 3D كله. طب تعالى كده نعمل هنا كويك سلايس هنا، تمام، ده ضاف خط فعلا، بس الخط ده مش خط على الاوبجكت بس، على البوليجون دي، لا ده الخط ده موجود على كشكل بلين على شكل 3D كله. لا كمان يا باشمهندس هو كده علشان انا كنت عامل سبليت، هو كده فصل الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده. تمام. ده كده مين؟ كويك سلايس. امال ايه كات دي؟ كات ده بيلعب بقى على البوليجون بس، مش بيلعب على الشكل 3 دي كله. تمام؟ تمام. طب يا باشمهندس انا عايز امسك الشكل ده بس، بدل ما اروح وانزل مش سموس او تيربو سموس عشان انعم الشكل، بلاقي ان الشكل كله بينعم معايا كده. انا عايز انعم الجزء ده بس. يعني ايه؟ يعني انا عايز امسك الاليمنت دي ودي واقول له لو سمحت اعمل لي ليها ماشي سموث. احنا اتعودنا دايما طالما في علامه سيتنج جنب الزرار بتاعنا هي اللي احنا نفتحها، بمجرد ما باجي اقول له ممكن تنعم لي الشكل ده، فبيجي اقول له زود لي نعومه، معناها ان انا ازود نعومه، معنى كده ان انا ازود سيجمنت. لا يا باشمهندس انا مش عايز يحصل نعومه، انا عايزه يحصل له استرخاء كده، يبقى اقول له لو سمحت اعمل لي ليه ريلاكس. طيب باشمهندس لا انا مش عايزه يحصل له استرخاء، انا عايز امسك البوليجون ده واقول له لو سمحت اعملي لي تسلت. تسلت بيجي يقول لك انا هبدا اقسم لك البوليجون على حسب الايدج ولا على حسب الفيس. اقول له مثلا لا قسمه لي على حسب الايدج، لا قسم لي كمان تاني وتاني. طب مش مهندس هو انا ممكن اقسم على حسب الفيس؟ اقول له اوكي. هو انا ممكن اظهر الخطوط دي لوحدها؟ انت بمجرد ما بتيجي تنزل موديفاير لاتس لو انت فاكر معايا في الفيديوهات اللي فاتت، واجي اقول له شيل الابلاي تو انتر اوبجكت، يبقى انا بقول له لو سمحت اعملها لي على الشكل اللي انا عامل لك عليه سيلكت هنا. تمام. طب باشمهندس انا ممكن اعمل له زي ما احنا تعودنا برضو، لا انا عايز الاستراتس بس، انا عايزها مثلا تكون كده. تمام. طب يا باشمهندس تعالى نشيل لاتس
ونرجع تاني. انا ممكن ده كده لاتس تسلت ومشي سموث وكويك سلايس وسلايس بلين، واهم الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها في اديتابل بولي. طيب تعالى بس نشوف حاجة كده أخيرة أنا نسيتها المرة اللي فاتت لما شرحت إيديت بوليجون. لما جينا عملنا البوليجون البوكس ده وحولناه مثلا عطيناه له سيجمنت كده، وجينا قلنا له مثلا تعالى نحوله لإيديتابل بولي. باشمهندس أنا عايز أمسك مثلا البوليجون دي ودي ودي وأعمل لها إيه؟ أعمل لها مثلا وليكن ليفل أو إنسيرت. لقيته ان هو بيعملها كلها كانه بوليجون واحد، كانه الثلاثه دول معمول لهم جروب. انا عايز كل بوليجون تكون منفصله، يبقى انت المفروض ان انت بتيجي هنا وتقول له لا ما تخليها ليش جروب، خليها لي باي بوليجون. الكلام ده هتلاقيه مع اكسترود وبيفل، كل حاجه هتلاقي السهم هنا بيقول لك انت عايز جروب هتعامل معاهم كجروب لو هم جنب بعض، ولا باي بوليجون كل بوليجون بمفرد. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في الحلقات الجاية مع برنامج 3D Max مع شركة Creative Group. السلام عليكم.